فهمني هذه اللي نحب تحكي انا نحب كي نجيكم مرجيه ما نسال حتى واحد طول عندي نقول تصير راهو في امشي زور نيمبورت كان ستوك نيمبورت كان المسؤولين الكل باش ننظم لكم زياره باش تمشيو تشوفوا معمل من المعامل هنا التونس راه ماناش نحكيوا على شيء كبير وتو تشوفوا كومون يجير جبتوا دي لوجيستيسيان تو كلكم لوجيستيك هنا جيبوا دي لوجيستيسيان تدخل تشوف دي بيان هكا قاعدين ما تعرفش عليه وين وما تعرفش عليه وقتاش دخل وقتاش خرج خلي عاد تو التسعه فات وين ياك وين السيد مدير الديوان عطيتني انفورماسيون شفتيها لي ولا مش يرجع لي الرومور مش يرجع لي من بعد شفتها ولا كان انا هاي بابا لا انفورماسيون لازم نقراها طول هاكم مدير الديوان ومدير 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 ما فما على الاقل باك بلس 50 تو خدموا وبو دو 20 مينوت ما خرجوليش المعلومه une différence totale pour moi. Ça tout le kiff de même on a pas touche de je tralle. Ben je vais sortir les dossiers تاعها هذه. Ben c'est direct comme تاع المحضر المذكر نتاع الصلاح. خرجوا لي الدوسي. اي خرجوا لي الدوسي. خرجوا لي الدوسي تاعها. قبل ما نقولوا هذا يا rien qui nous a choqué المسؤولين. قوانين لا تقرا صحيح في الاجراءات تاعنا راهو تما باش تبقى الوضعيات هذه في الموانئ الكل في القرارات اللي لازم تاخذوها ولا تعرفوها وين شكون عنده قرارات لازم تاخذوها كاتر احنا مسؤولين مسؤولين احنا كان سرعه تمشي للديوان الديوان يسمى بها ديوان باش ياخذ اجراءاته فما مشاكل فما تجارب اخرى سيدي الديوان حتى اذا كان بعد 24 ونص قوانين تقول لك تنجم تبيع ما نجم يبيع الا ما يجي واحد يعمل لافونتير اي شنو المسؤولين؟ شنو هي القوانين؟ فما مسؤولين شكون يتقدم سي سلفان؟ ما يلزم شكون يتقدم ويبدا يشترط اللي فيه الشروط القانونيه تو هذا ما حاجه تجي تاع ديسيران فيهم جابوا مع باساجي جابوا مع باساجي من الطاو حاجه تقدم فيهم ديسيران فيهم دي كوش بور ادولت فيهم حاجه هكاك لا شو اسمه نتاع الصحه ها ولا خرج نتاع الديوان خرج لي عليها تنطبعها ونشوفوا واسكو سا دي ديفيرونسيون ماذا بينا لا بيجي ايه الموتور هذيك اللي حجزها ولا قاعده تضرب فيها الروي ولا الكهرباء عاد نجيب فيها الدوفيس لا لا معكمش عاملين مساعيكم عامل مساعيك بعد جمعه تقول لي بعد جمعه تقول لي قاعد نعمل في مساعي اما بعد عامين ما ثم حتى مساعي هو ثم تركنا اكيد معناها على 30 تركنا كما سيدي الحكومه اسمعني قلت لكم بجاه ربي تو يفو بروندر دي ديسيزيون بلاد قاعده هابطه واحنا قاعدين كل واحد يلقى لي سبب باش يتخبى وراه لا 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 انا كي نعمل مشيه في ماجازان كيف هكا سي كاتاستروف عمري بحياتي زرت تقريبا 1000 مستودع بالمستحيل دخلت مستودع كيف هكا وبالمستحيل وهذا المستودع اللي فيه اكثر كوادر وناس معناها دو تري بون نيفو مستودعات تعملوا لهم زياره تشوفوا مستودعات ساعات عباد ما عندهمش نيفو ديتود اللي عندكم تشوفوا كيفاش كي تدخلوا قطعه قد هكا تاكوردو 100 مليم تلقاها تخسي انتم اموال لهنا ملايين وما هوش وينو سي صاحبي؟ وينو سي صاحبي؟ كيفاش اللي فيها التلافز وفيها المحجوزات تاع الوطنيه واحد فوق وعندنا الاف 1 والاف 2 هذوك اللي قلت لك عليهم هذا الدور سكرين قلت لي 90% منهم قراء بالنسبه للمحجوزات الطفيفه كيفاش 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 تدخل تو كيفاش تدخل تو هذاك الصالة فوق ايش المحجوزات من بعد ثم الستاف والديوان هزوهم من الخطه جابوهم Nous vous gérez rien, c'est pas de la gestion. C'est pas les bons termes. C'est de la gestion. On a le flux, on a le crabe. C'est ce que. Je sais ce que. Mais faites des choses et on dit. يرتاحوا فما اون بروسيدور كي يرتاح في حاجه اورجونت شكون يعاودوا وين تلقى المفتاح وين فما دي بروسيدور شنو يرتاحوا يرتاحوا تقبل تاع البروغرام تاع المحطه هذه يعني تخليش تحكي كان على البيت ها وجيتك انا نحب ندخل البيت سيزي انا جيتك انا نحب ندخل البيت سيزي كيف في جندوبه ولا في قابس ولا في
فات كيف هذه تدخل الراديو فات تشكو صافي وين هنا وين هنا وين ما تجي له اتفضل قالك شنو قرار واش شنو قرار لازم قرار وانت مسؤولين تستناو بهنا حاوستو بيا منا حاوستو بيا وريوني وانت حاجه في اللبس دارت وي واحد يقول لي اف 1 والاخر يقول لي اف 2 سهله زاده مع الدخان وراها زاده زيد لو بالسنسيل سامحني انا نخدم